جبرية. كنت فين؟ سلامتك يا قلبي. إيه اللي قومك من فرشتك؟ مالكيش صالح إيه اللي قومني وإيه اللي ما قومنيش. رحت فين؟ كنت مخنوق يا عبد الحكيم. البيت واللي فيه. رحت قعدت شوية في المقام. قلبي ارتاح وروحي هديت. بالك تحلى معايا مرة. والله حتهدى وترتاح. أنا عارفة إن اللي حصل صعب عليك. بس هو أنت يعني كنت قاصد إن عبد السلام يموت؟ معلش قدره وعمره. بكرة تنسى والدنيا حتروق وتحلى. أمال إيه؟ بعدين يعني بدك تمشي في قلبك يا أخويا. فضفض معاي، كلمني. لو في حاجة عاوز نعملها قول لي أعملها لك. لو حاجة حتريحك اطلبها مني، حتى لو نور عيني يا عبد الحكيم. أمال إيه؟ ده أنت غالي عندي، جوزي وأبو عيالي وحبيبي والله. بس الحمد لله، ده أنت عاد بقيت زي الفل أهو. شوف يا عبد الحكيم، عاوزك تجيب عجل سمين وتذبحه وتفرق لحمته على الغلابة، يدعو لك بطولة العمر والصحة، وكمان يعني تملى مركزك تاني كده. مروان اتجوز فريدة. وماله؟ اتجوزها. راجل ومش صغير. هنعمله ايه؟ والحق يعني البت نادية دي ما كانتش من مقامه. يلا نصيبه. لكن فريدة حلوة وفرعة ولايق عليه. ايه بس مش هي دي اللي تدخل العيلة ويجيب منها عيال. يجيب لمين عيال؟ الله، فريدة لو كان ربنا رايد لها عيال كانت شالت وحبلت من اللي قابله. لكن لا، مفيش. بس الحمد لله انه اخد من البلد، عشان لو اتعوجت نتصرفوا معاها. ايه تاني؟ قلقان على ريتال؟ تنسيش ان ريتال دي بنت اخويا عبد الله. نسياش وعارفة وفاهمة. وبعدين هعمل ايه؟ حسن اتجوزها واللي كان خلاص. هحط على راسي يعني وازعج واقول له طلقها؟ ما هيطلقهاش. انا بس زعلتك منه عملك ده من ورانا وما قالناش. لكن خلاص بقيت مرته. من قلبك الكلام ده يا جبرية؟ ولا شايلة في نفسك حاجة؟ بنات عبد الله زي الشمس واكتر. عارفة، ربنا يخليك لينا كلنا. لا من قلبي. طب اقول لك على حاجه، مروان ذات نفسه لو عايز يتجوز الثالثه ومن بنات عبد الله يتجوزها، ما هقولوش حاجه والله، حتى ما هفتح حنكي خالص.